المشاهدين سينضم معنا اللواء سعد معن من وزارة الداخلية، الدكتور اللواء سعد معن من وزارة الداخلية للحديث بتفاصيل أكثر عن هذه الخطوة التي تعتبر الأولى من نوعها في وزارة الداخلية. مساء الخير والعافية سيادة اللواء. مساء الخيرات والبركة سيدي الكريم. سيادة اللواء، اليوم يعني هذه خطوة إيجابية جديدة تقوم بها وزارة الداخلية بوضع قادة وزارة الداخلية وضباطها الكبار في مراكز الشرطة، يعني إلى ماذا ترومون من خلال هذه الخطوة؟ نعم، شكرا لك. حقيقة السيد وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري يعني ينتهج كل الأساليب والطرق التي تقرب جهاز الشرطة إلى المواطن، وفي ذات الوقت ما من شأن أن يقدم خدمة إلى المواطنين. نعرف أنه قد يكون هناك متبقي صورة ذهنية عن المواطن بالتخوف بعض الأحيان من إجلاس مراكز الشرطة، وضمن فلسفة الوزارة الداخلية هذا اليوم أن مركز الشرطة هو البوابة المهمة والرئيسة للمواطنين لمعرفة وزارة الداخلية لخدماتها بكل ما لديها من عملية إفراد القانون عليه. كان الرأي بالاتجاه إلى أن تكون هناك معايشة فعلية لعدة أيام لقادة الوزارة، وطبعا السيد الوزير نفسه أيضا سوف يكون ضمن هذه المعايشة في مراكز الشرطة وأقسامها في رؤية مجريات الأمور، وايضا لاستقبال المواطنين في العمل اليومي من استقبال الشكاوى وكل ما يتعلق بالاجراءات التي موجوده ضمن مراكز الشرطه. فايضا يكون نعم. هناك تخويف لقاده الشرطه ولاساتذه الوكلاء في بغداد والمحافظات المتواجدين ضمن هذه المراكز. التقرير هو بإدارة كاملة، إن كان هناك قناعة من الضباط الموجودين المسلمين ومدراء الأقسام وحتى إلى مستوى قادة الشرطة من خلال تقرير أدائهم ومدى رضا المواطنين عن هذه الخدمات المقدمة لهم من خلال مركز الشرطة بكل موارد البشرية. وبالتالي نركز نحن في هذه المرحلة على تعزيز الأمن المجتمعي أو الأمن المناطقي، والأمن المناطق يمكن أن يكون خلال خدمات جديدة متاحة والتعامل حسن مع المواطنين، وبالتالي يتم إنفاذ القانون وفق المعايير الوطنية وحتى الدولية. نعم، يعني سيادة اللواء، إلى أي مدى ستسهم هذه الخطوة التي قام بها وزير الداخلية في تقويم عمل مراكز الشرطة سواء في بغداد أو في المحافظات؟ بالتأكيد يعني هناك عدة رسائل. الرسالة الأولى هو الاهتمام الحكومي الواضح بالمواطن وتقديم الخدمة له عما كانت هذه الخدمة. أيضا اهتمام السيد وزير الداخلية بمركز الشرطة، وبالتالي إعطاء أهمية كبيرة لمركز خدماته. ورسالة لضباط المنتسبين مركز أنهم يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية بتقديم هذه الخدمات وتسهيلها وعدم اتباع الاساليب الروتينيه او التعقيد او التاخير في معاملات المواطنين سواء في الاوراق التحقيقيه او ما يتم اجراءه ضمن مراكز الشرطه. سوف تعطي ايضا صوره واضحه ان مركز الشرطه هو الركن المهم في تشكيلات وزاره الداخليه، وايضا يعني هنالك توجيهات بين يكون تعاون وتنسيق ضمن المنطقة، يعني رابط المركز ومدير القسم هو مسؤول ومخول عن إدارة الملف الأمني في هذه المناطق، وبالتالي التعشيق مع الاستخبارات مع الأمن الوطني مع منتديات الشرطة المجتمعية ليس فقط سلق شكاوى والإجراءات الأصولية، وإنما حتى في موضوع إشراكهم في أخذ المعلومات والتعامل معها وغيرها من الامور التي تصب في صالح المواطن هم ثم في صالح الامن المناطقي في كل قضاء او ناحيه او نعم. طيب دكتور، يعني ما هي الصلاحيات التي منحت لهؤلاء الضباط في ممارسه عملهم في مراكز الشرطه؟ يعني كم هي مده التكليف لهؤلاء الضباط في المراكز؟ سوف تستمر يعني عمليه المعايشه من يومين الى ثلاثه بتواجد كامل،
وايضا سوف تستمر عمليه المتابعه لكل القاده لهذه المراكز والمحافظات لفتره طويله، قد يعني نقول سنه على سبيل المثال، الى ان تستقر بشكل مثالي، ومن خلالها يتم التقييم واستماره معده. هذه الاستماره ايضا اشتركت بها خبراء وزاره الداخليه والتخطيط، وبالتالي يتم من خلالها بالنقاط المحسوبه التقييم الشامل لكل قسم شرطه بمراكزها المتعلقه او المرتبطه به. نعم دكتور، اليوم كما تعرف ويعرف الجميع ان وزاره الداخليه على تماس مباشر مع المواطن العراقي، هل ستكون لوزاره الداخليه اليوم نفس هذه الخطوه في الدوائر البقيه، مثلا في دوائر المرور، في دائره الجوازات، البطاقه الموحده، في دوائر وزاره الداخليه البقيه سنرى مثل هذه الخطوه؟ يعني هذه الخطوه موجوده سلفا من خلال تواجد الاخوه من جرعام الجنسيه وايضا من جرعام المرور وايضا المغرب موجودين ضمن هذه المديريات العامة. ونعم بعد إن شاء الله نجاح هذه الخطوة سوف يكون أيضا النزول في مواقع عزة بالنسبة لقادة الوزارة توجد التواجد الميداني في هذه الدوائر. هذه الدوائر طبعا ذات تماس مباشر في المواطنين في المراجعات اليومية وحاجاتهم اليومية. نعم إن شاء الله سوف يكون هذا الموضوع بتطبيقه ومستافة دوائر ومفاصل وزارة الداخلية. نعم الدكتور اللواء سعد معن مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، شكرا لهذه المداخلة ولهذه الإيضاحات.